ومعنى الشهادتين الإقرار بما فيهما، فقولك أشهد يعني أقر وأعترف وأؤمن بأنه لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقتضى هذا الإقرار الاعتقاد القلبي والتصديق اللساني، فلا يجوز الإقرار التصديق باللسان مع عدم الإقرار بالقلب، فهذه صفة النفاق والعياذ بالله. ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود في الوجود حق إلا الله جل في علاه، فكل معبود سوى الله باطل، ويجب أن تعتقد هذا وأن تعمل بمقتضاه. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالهوى قد يكون إلهاً، والشيطان قد يكون إلهاً، وكل ما عبد من دون الله فهو إله، لكنه إله باطل، وأما الإله الحق فهو رب العالمين جل في علاه. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولها ركنان: الركن الأول النفي، وهو في قوله لا إله، والثاني الإثبات، وهو في قولك إلا الله، فأنت تنفي جميع المعبودات ثم تثبت إلهاً واحداً بحق وهو الله جل في علاه. وكثير من الناس لا يفهم معنى هذه الكلمة، فإذا سألته عن معنى لا إله إلا الله قال: لا خالق إلا الله، وهذا باطل. وإذا سألته عن معنى لا إله إلا الله قال: يعني لا رازق إلا الله، وهذا باطل. إنما معناها لا معبود حق إلا الله. وأما كون الله هو الخالق وهو الرازق فهو حق في ذاته، لا شك أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق أو الرزاق، وأن الله هو المعطي وأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت، لا غير ذلك من صفات ربوبيته جل في علاه. ولكن ليس هذا هو معنى هذه الكلمة، وإلا فالمشركون كانوا يثبتون أن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت وأنه رب الأرباب، ولكنه لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب، يعني إنه يأمرنا ألا نعبد إلا إلهاً واحداً، ونحن نريد أن نعبد آلهة كثيرة، نعبد اللات ونعبد العزى ونعبد هبل إلى غير ذلك. لكنهم يعرفون أن هبل هم الذي صنعوه، فهو لم يصنع شيئاً، وهم الذي وضعوه فهو لا يتحرك ولا يفعل شيئاً، ولكن كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني إلى رب الأرباب الذي يزعمون أنه رب الأرباب، وأما هذه الآلهة فهي وسائط. ولذلك من اتخذ بينه وبين الله وسائط يعبدها ويتشفع بها ويتوسل بها فقد كفر بالله العظيم وأشرك الشرك الأكبر، كما هو موجود اليوم في الذين يعبدون عبد القادر الجيلاني فيدعونه ويستغيثونه من دون الله، أو الذين يعبدون الحسن أو الحسين أو فاطمة الزهراء، أو يعبدون العيدروسي، أو يعبدون أي وثن يعبد من دون الله، أو أي ضريح أو أي شخص حياً كان أم ميتاً، فهؤلاء كلهم يكفرون بالله جل وعلا ويشركون مع الله آلهة أخرى. والقضية العظمى التي دعا إليها الأنبياء والرسل هي قضية التوحيد، قضية توحيد العبادة، كما سيأتي أيضاً مزيد من الإشارة إليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ومصداق هذا قول الله جل شأنه في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا في صالح عليه السلام، وهكذا في جميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، كلهم أتوا بقضية العبادة. فهذا معنى لا إله إلا الله الذي يجب على كل مسلم أن يعرفه، وهو أنه لا معبود حق إلا الله جل في علاه.